رسالة لنا جميعا في عالم كرة القدم، لا تستسلم أبدا. فكرة أن أنا أقدر أرجع للمباراة بس صلاح، أنا عايز أقول يعني كان موفق ومحظوظ لانك انت تستسلم كباتن. طب افرض بقى كانت كان شاله بقى، لان كان لا هي ما كانتش هتضره في كل الاحوال، لانه بيقول ما تستسلموش يعني مع المباراه الاولى الناس بيقول خرجوا من البطوله، فهو يا اما هكسب كل حاجه مش هخسر. لا يعني انت كانت في ناس بتتكلم على ان الماتش الثاني ليفربول هيشيل اثنين، ما هو لما شيل اثنين ما بقاش ده بدات يعني استسلمت، ده انت بعت القضيه يعني. فكان يعني ده كان شعار معروف كمان لمصارع مشهور في الشو اللي هو مصارعه المحترفين اسمه جون سينا، كان بيغير التيشيرت بتاعه كل كام سنه وبيبيعه بقى للاطفال وبيسوقه باسمه، وقعد بطل فتره طويله جدا، وكان حتى اتجه كمان للتمثيل وبقى نجم سينمائي. كان عنده التيشيرت اللي مكتوب عليه نيفر جيف اب ده مثلا 4-5 سنين، ما كانش بيطلع على الحلبه من غيره. فكرة انه بيقول انا بعلم ده للولاد الصغيرين رياضيين، ان فكرة عدم الاستسلام. وهو من الناس اللي نزلوا على تويتر تيشيرت وصورة محمد، يعني نزلوا على انستجرام صورة محمد صلاح وهو لابس التيشيرت ده، لانه هو من المؤيدين جدا لفكرة عدم الاستسلام. فكرة حلوة، بس انت لما بيبقى في حاجة زي ديت وبيبقى نجم كبير بيعمل ده حاجه كويسه، انما في الاول وفي الاخر برضه هي التوفيق انه جالي بس ما كانتش هتضره يعني. يعني كان الفريق لو هتضره كان عادي يا عم. النبي انت بس هتقول له تعالى سخن غير التيشيرت، انت عايز النبي تعالى شويه كده يعني. انما هي جت في ميعادها، انما الصوره جت في ميعادها وهم موفقين. الحقيقه اللعيبه كانوا على مستوى المسؤوليه والحضور الجماهيري الكبير اللي كان عنده امل انهم يقدروا يعوضوا، خصوصا مع الاستهانه اللي حضرتك قلت انها كانت موجوده في صفوف برشلونه اليوم ده، وميسي حتى اداؤه كان فيه نوع من التهاون الكبير يعني. لا الفرقه كلها ما جاتش. حسب صحيفه الاندبندنت بيقول يورجن كلوب مع جهازه الفني لاحظوا جيدا في تحليلهم لمباراه الذهاب ان برشلونه كان وبعد كل خطا ينتج عنه موقف ثابت بيقرروا الاحتجاج على الحكم وهو ما يجعلهم يتاخروا في عمليه اعاده التمركز. لذلك قبل المباراه تحدث مع اللاعبين عن هذه المساله وضروره التصرف بسرعه لاستغلال بطء لاعبي البارسا في التمركز بعد كل خطا. واضح ان كان في ملاحظه لان ده ممكن استغلاله، يعني فكره ان وصوره محمد صلاح قدامنا اللي كنا بنتكلم عنها والتيشيرت والمواقع تناقلت التيشيرت ده. هو شعار طبعا جاء في ميعاده زي ما قال في توقيته وله سابقه طبعا في الملاعب العالميه او عند الرياضيين، ان ده شعار من اكثر الشعارات اللي بيعلموها للاطفال عالميا في كل حاجه، في كل مجالات الحياه، في الدراسه، في العمل، في الرياضه، في اي نوع من المنافسات، او في فكره انك ما تستسلمش للمشكلات وتصمم انك تنجح ان شاء الله. واستاذ ابراهيم حجازي كتب عن الكلام ده والروح القتاليه والمقاومه وكافح المشكلات ازاي وتغلب على المشكلات دايما. استاذ ابراهيم كان بيشير في مقالاته لفكره عدم الاستسلام لان مجتمعنا المصري فيه معوقات لكن بيخرج وبيقدم نماذج ناجحه كثيره جدا. راي حضرتك ايه لشبابنا وللنشء في فكره المقاومه وعدم الاستسلام عموما يا استاذ؟ ما هو ما انت ليه كره القدم اكبر لعبه فيها شعبيه؟ لان كره القدم هي اكبر لعبه، هي الوجه الثاني للحياه، فيها كل حاجه على فكره. انت لما تبقى في اي ماتش بتشوف فيها كل حاجه، بتشوف فيها ما بين الفرحه خدت بالك وما بين الزعق، انت في قمه الفرح بقى ممكن تتضايق، بتشوف فيها الانتصار والانكسار، بتشوف فيها روح الجماعه، بتشوف فيها ازاي انك انت ما تيأس، بتشوف فيها بتاع كل شويه تدينا درس مهما كانت الدنيا كله بيقول ما فيش فايده. لا في فايده اهو، تقدر في ايديك او تقدر، ده ما فيش مستحيل، هي بتقول لك كده، هي دي كره القدم. فانا النهارده انا شايف ان ازاي احنا ما بنستفدش من الحاجات الحلوه دي، ازاي بتعلمنا ازاي ان انا مهما بطول الماتش عمال اشجع واعمل الكلام ده كله وفرقتي خسرت، ازاي ان انا بتغلب على مشاعري. انا الفرقه دي اللي بتفرحني وهي دي اللي بتحقق ليه. هو ايه الميزه في كره القدم؟ كره القدم ليه خدت الشعبيه كبيره؟ لان انا النهارده انا بنتمي لنادي، انا في الحياه مش هقدر احقق كل يوم انتصار ولا هحقق تقدم في الحياه كل يوم قابلني، انما مين اللي يقدر يحقق لي ده كل اسبوع؟ الكوره. مش انا بنتمي وبكسب واروح شفنا عملنا ايه النهارده وكسرنا الدنيا، ده نوع، ما هو ده ميزه الانتماء. بس هم ازاي ان انا اخليه انتماء بس، ما خلوش بقى ان انا دماغي تلف وارقش يعني، ما هو يعني حبيبك تقرقش له زلط وعدوك تتمنى له غلط، لا 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 لا، ده انت ماذا ابقى فير بقى في المسألة. انا فرقتي لعبت النهارده ما وفقتش اسقف لها، وزي ما بتفرحني كتير اشيلها انا بقى. وفكره ان الفريق البطل او الفريق اللي عايز ينافس على لقب دايما ما عندوش قوي حسابات على ملعبي وبره ملعبي دي يا استاذ ابراهيم. ناس كانت بتقول لنا يا جماعه خلاص ده توتنهام يعني خلاص اياكس كسب 1-0 في انجلترا هيروح بقى يشيل سكور يعني في هولندا. يا جماعه الاوروبيين مانشستر يونايتد راح قلب الدنيا على باريس سان جيرمان، الناس ما صدقتش غير بعد الماتش ان ممكن في شوط واحد فريق يقلب الدنيا. مفيش يونايتد عمل ده مانشستر مع باريس سان جيرمان يعني، وخسران 2-0 في ملعب المسألة، ما هو دي الرياضة.
هو ده اللي عايزين نتعلمه من الرياضه، هو ده اللي عايزين نقوله ان احنا الرياضه هي انا زي ما كان في احتفال من جمهور ليفربول بفريقه وبيحتفوا بفريقهم اللي واصل لفاينل في الشامبيونز ليج واللي هو وصيف الدوري الانجليزي وبينافس لحد اخر اسبوع، لدرجه انه في وقت من المباراه كانوا بيحسبوا انه في حاله تقدم هنا ليفربول يبقى هو في اللحظه دي وفي الدقيقه دي هو بطل الدوري. حتى الان الجمهور وثقافته انه بيحتفل بفريقه رغم انه ما فازش بالدوري بس بذل مجهود. ما هو من كل ما لو احنا اللي بنفكر بالعقل احنا البطوله دي بيشترك 20 فريق اللي هيكسب واحد لو الحكايه خناقه يبقى المفروض يولعوا في 19 التانيين كده على هو هنا مش خناقه. انا النهارده ما اكسبش النهارده ممكن اكسب المره الجايه. ده الثقافه. ازاي نتعلم ده وازاي نعلم لاولادنا ده وازاي ان احنا نعمل ده. احنا الكوره بمفترض ان هي هم بيتمتعوا جدا بالكوره انت مدينه ليفربول اصلا المدينه دي من المدن المظلومه في انجلترا. دي مدينه اصلا كان فيها صناعات واهملت ودي معقل لحزب العمال والمصانع اللي هناك لاسباب كثيره ايام تاتشر والكلام ده حصل فيها اهمال وهم متعصبين جدا للكوره. يعني هم خلي بالك ان التعصب يعني هم هناك كان بيحبوا ليفربول بيحبوه بجنون والكلام ده كله. انما هو في الاطار العام انا بحب فرقتي ومنتمي لفرقتي واطار عام انما ما اقدرش اعدي الخطوط اللي هي بتاعت الرياضه. فهو النهارده لما بيجي الله يكون في عونهم ده جايب يعني قبل الماتش بتاع النهارده ده جايب 94 نقطه جايب 94 نقطه ما خدش الدوري امال يعمل ايه طيب يعني يعمل ايه ما هو انت فاهم اللي انا عايز اقوله ده 95 94 يا فندم بعد الماتش ده يبقى يعني انا بتكلم قبل الماتش يعني هو ده جايب 97 وما خدش الدوري خدت بالك عشان اللي خد الدوري 98 ومع ذلك تعالى بقى نشوف الثقافه والحب والكلام ده كله. هو ده اللي بتعلمه كره القدم. هو ده اللي هيبقى عشان نبقى زيهم لازم نبقى بنعمل زيهم بنفكر زيهم. هل احنا مقاوماتنا هل احنا ما ننفعش ننفع ما احنا في حاجات كتير شعب عظيم احنا في وقت احنا يا راجل لما الرئيس السيسي قال انا عايز احفر القناه انت مش عارف كم مليار 12 مليار ولا في 3 ايام لما الناس دفعتها الشهادات والكلام ده كله لا انت وقت الجد بتلاقيهم طب ما تيجي كانوا 64 مليار تقريبا مبلغ انا كبير جدا انا ما اعرفش قد ايه الشعب حابب يشارك يعني انا اقصد اقول في وقت لما جينا قلنا هنعمل المشروعات ونعمل الكلام ده كله ومين اللي عمل المشروع؟ مين اللي نفذ؟ مين اللي رصف 7000 كيلو؟ ما مصريين. مين اللي عمل محطه الكهرباء؟ كان في خبر المان بس خبر المان اشتغلوا شهرين او ثلاثه في المحطه خد بالك وبعد كده المصريين كملوا. مين اللي حفر الانفاق؟ ما مصريين. هم مش دول كلهم من مصريين؟ طيب انا عايز اسال حضرتك سؤال عنا كمصريين مع بعض علاقتنا ببعض طريقه تصرفاتنا مع بعض في الوسط الرياضي بصراحه. هل حضرتك تفتكر ان الناس بتفكر كده من جواها في المجال هي متعصبه للدرجه دي او عقولها مقفوله للدرجه دي وهي تفكيرها شويه محتاج يبقى مستنير اكتر وعلى درجه من الثقافه الرياضيه والوعي الرياضي اكتر ولا الكلام ده عشان المتابعه والشو والاعلام والمواقع تتناقل فلان قال التصريح الفلاني كلمه لاذعه نقد او درجه من الاهانه اتقالت هتتشاف بالالاف يعني الكلام ده علشان يجتذب متابعه اعلاميه ونجوميه اعلاميه ولا دي طبيعه الناس ولازم تغيرها؟ لا فعلا. مش حكايه طبيعه الناس طبيعتنا عمرها ما كانت كده لا مش طبيعه الناس انما انت لما تبقى في ما فيش حساب لما انت بتحترق القوانين وتدهس على القوانين خلاص ما انت مش حد بيحاسب حد خلاص انا اشتم بقى طالما ان ما حدش بيعمل حاجه خلاص انا اعمل كده طالما ان انا مش عارف ان انا لما ابقى مسؤول ان مسؤول دي يعني ايه مسؤول كل كلمه بتحاسب عليها طالما ما فيش حد بيحاسب خلاص طالما المساله زيطه وزنبليطه والكلام ده كله طالما ان احنا مش فاهمين احنا بنعمل مسابقه الدوري دي ليه طالما ان الاتحاد اضعف ما يكون انه ينظم مسابقه طالما ان الانديه المحترفه ديت معموله شكلا ومضمونا كلها صفر خدت بالك كل ده طالما ده فالهرتله شغاله انما حط تقول ان في كذا يا اخي هو النهارده ليه المصريين لما بيطلعوا بره في اوروبا او في اي حته او في الدول العربيه ليه انجح ناس وبيشتغلوا وبيقوم الساعه 5 وبيعرف ازاي بيروح شغله بدري والكلام ده كله وليه هنا انت لما بتمشي في القاهره في اي وقت اناء الليل واطراف النهار الشوارع زحمه طب يا جماعه ده المفروض دلوقتي وقت عمل مين دول مين اللي في الشارع دول ما تعرفش اما تيجي تقف الناس اللي رايحه والناس اللي مين دول من المفترض ان في وقت في الشوارع تبقى زحمه دي وقت اسمه ذروه احنا عندنا ذروه طول الوقت ده دليل ان في حط الرولز وحط قواعد هتاخد خير
انا النهارده في الكوره احط نظام وقواعد وكلام ده ونعمل ده ويبقى في ده. انما احنا كل الاطراف بتاعه اللعبه كلها محتاجة عدة نظر. بس حضرتك بتقول الموضوع مش متروك بقى للأهواء وللخواطر، المفروض يوضع يعني نظام وإطار وقواعد. هو الموجود أقوى من هو زي النفاس أطبق ده. هي الموضوع كل حاجة، احنا مش عندناش أزمة في القوانين. احنا